بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم لدينا اختراع جديد، سكوتر ذكي مع المخترع زي القطار، مع المخترع احمد عبدو ومؤيد، ومعاكم خالد. زي ما انتم شايفين هذا الاختراع اللي هو عباره عن قاطره، هو عباره عن سكوتر ذكي زائد كرسي منفصل زائد جر عربيه الحاله منفصله. هذا الفي اي بي زي ما انتم ملاحظين، هذه مسكه الامان والسيفتي. يلا قرنبع زي ما انتم شايفين. الان راح الان نعطيكم تجربه فعليه ثلاثه اشخاص. يلا بسم الله. بوزن 180 كيلو. شكرا. انت الان راح نصور لكم وراح نبدا لكم نقول بسم الله.